السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جديد حمزه المثلوسي علم الزمالك الموقف الحالي الخاص بحمزه المثلوسي لاعب وظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع نادي الزمالك وكان يدور حوله أقاويل كثيرة في الأيام الماضية حسب ما وصل الينا فإن إدارة النادي اتفقت على تجديد تعاقد اللاعب لمدة موسمين بداية من الموسم القادم الإدارة وبالتنسيق مع اللجنة الفنية والمدير الفني للفريق قررت تجديد تعاقد اللاعب مع الزمالك لعدة أسباب منها بالطبع ظهوره بشكل جيد مع الفريق في الفترة الأخيرة إلى جانب أنه لا يوجد ظهير أيمن مميز على الساحة سواء محلية او العربية، لذا تقرر التجديد للمثلوسي علي ان يتم البحث علي بديل محلي يكون بديلا له، اللاعب انضم للزمالك منذ ثلاثه سنوات في صفقه انتقال حر بعد ان انتهي تعاقده مع الصفاقسي التونسي ناديه السابق، فعلا حمزه المثلوسي راجل في الملعب في كل مبارياته